عودة لحضراتكم ونقدنا الرياضي الكبير الأستاذ كمال عامر مدير تحرير روزا اليوسف. أنا بستمتع دايما بلقاءاتي معاه. أستاذ كمال أهلا بحضرتك. شيكو سعيد بوجودي معاك. ربنا يخليك أستاذ كمال. الحقيقة عندنا أمور كتيرة جدا، ولكن عندنا ملف مهم جدا النهاردة هنتكلم فيه، الشركة الراعية واتحاد الكرة المصري والأندية المصرية ومستقبل الرياضة المصرية الفترة اللي جاية، لأنه هنشوف شركة راعية واحدة للدوري المصري والاتحاد المصري. هنشوف ايه اللي هيتم الفترة اللي جاية ورأي الأستاذ كمال عامر، لأنه حقيقة الفترات اللي فاتت كنت بشوف ان الأستاذ كمال في بعض الأوقات بيشيد بدور الشركة الراعية في وجودها في المنظومة الرياضية الفترة اللي فاتت، ولكن اتغير الحال في هذه المرحلة، وهنشوف رأيه طبعا ليه اتغير رأيه، وهل حصلت سلبيات كتيرة خلت رأيه يتغير في الشركة الراعية وجودها في المنظومة الرياضية في الفترة القادمة. ولكن مش عايز ابتدي بالملف ده، ملف يعني بتمنى انكم تتابعونا فيه، لانه مستقبل انكم تشوفوا حتى المباريات او تشاهدوا مباريات كره القدم للدوري المصري الفتره اللي جايه او الموسم القادم بالتاكيد مهم جدا نتابعه النهارده الحلقه عشان نشوف الدنيا رايحه فين الفتره اللي جايه. استاذ كمال عايز اروح مع حضرتك في البدايه للنادي الاهلي، وشايف الامور الفتره دي ماشيه ازاي. اعتقد مباراته امام ختافي يمكن النادي الاهلي وافق في هذا التوقيت تحديدا يعني يخرج شويه اللعيبه بره الضغط اللي كان موجود. تمام. هو في النادي الاهلي طبعا نادي كبير قوي، نادي الدوري ضاع منه السنه دي، لكن عامل مشكله للجماهير وعامل مشاكل لمجلس ادارته. لكن خلينا نقول فعلا زي ما انت قلت حاجه مهمه قوي، رحله الى اسبانيا رحله استجمام للخروج من الضغط العصبي اللي الفرقه والاداره وكل المنظومه الاهلاويه قابلتها في الفتره اللي فاتت. عايز اقول في النادي الاهلي تحديدا في اكثر من حاجه كده جديده. نمره واحد بالنسبه للمصالحه ما بين الاهلي والزمالك، هو كان في مصالحه لكن هي جت امر للتهدئه، امر رسمي. كلمه رسمي ايه؟ يعني تهديد للطرفين اهلي وزمالك تحديدا. الموضوع والبلد مش ناقصه، لان كل الخلافات اهلي زمالك ايا كان مين بقى، مش عايزين نقول دلوقتي مين اللي حضر عفيته ومين اللي بيعمل مشاكل وبتاع، دي كلنا عارفين الموضوع. لكن هي ايه السلوك ده؟ بيصب في مصلحه الاخوان، مصلحه ايه؟ المجموعه اللي هي رافضه. اذا انت دلوقتي بتدي فرصه كاهلي او كزمالك واهلي، خلينا نقول الزمالك الاول، بتدي فرصه لكل القوى اللي هي خارجه اللي هي بتهدد مصالحك ان هي تنمو وتكبر، وبتخلي الانفجار ده بينتقل للجماهير، وبالتالي كلنا هندفع الثمن. مفيش حد هينقذ نفسه لو الزمالك اشعل النيران في الاهلي او البتاع، هو اول واحد هيدفع الثمن. فكلنا عارفين كلنا هنتحرق بما فيهم الاعلام كمان، لانك انت لو انت عندك الارض محروقه انت هتطلع منتج ازاي في برامجك؟ فكلنا لازم نحافظ على هذه المساحه. واعتقد الرساله واضحه، بدات امور التهدئه. انا شايف ان الامور ايه؟ المصالحة الرسمية مش هتنفع. بالمناسبة تانية برضو قرر حاجة جديدة جمال علام رئيس الاتحاد المصري لكرة القدم، كان أبدى رأي زيارة مجلس إدارة الاتحاد الكرة للنادي الأهلي ومحمود طاهر، يقعد يجتمع معاه ويعمل حوار معاه، وبالتالي برضو زيارته نادي الزمالك ويلتقي به مرتضى منصور ويعمل ما يسمى حوار معاه، ويجي في النهاية يدعو الطرفين لقعدة صلح مشتركة تعمل ده. لكن محمود طاهر بيقول لك من يضمن مرتضى منصور؟ عايزين حد يضمن الخروج على النص او الخروج على ما يتم الاتفاق عليه. ممكن ايه نشوف يبقى في قعدة عرب زي ما كل الناس بتعمل، انا وانت في خلاف انت بتقول والناس كلها عارفة، لكن مين يلزمك انك تتفق ومين يلزم ادوات الالتزام اللي هي المعنوية؟ القانون مفيش يعني البعض برضه قوانين لا 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 مفيش. حتى يمكن كنا بنتحاور ان بعض جه على المهندس خالد عبد العزيز وقال لك ان هو المفروض يدخلوا بالقانون وبتاع، ان لسه هكلم حضرتك في ده. يعني سياده الوزير خالد عبد العزيز او المهندس خالد عبد العزيز وزير الشباب والرياضه، كان مفترض انه في ناس كتيره بترمي المشكله دي في ملعبه تمام. والفتره اللي فاتت الحقيقه يمكن كان في مداخله هنا من مستر منصور معايا، وقال انه المهندس خالد عبد العزيز ما اتكلمش معانا لما اجتمع بيهم كمجلس اداره نادي الزمالك في احتواء هذه المشكله وحل هذه المشكله، وانه ما فيش حد مكلف انه يكلمني في هذا الموضوع او ما حدش يقدر يكلمني في هذا الموضوع. على الجانب الاخر الحاج محمود الشامي في احد تصريحاته قبل كده قال ان ما فيش حد في اتحاد الكوره قادر على انه يخوض هذه المشكلة أو أنه يتكلم أو يعمل المصالحة بين الناديين. حضرتك شايف دورهم فعلا يبقى مكلفين من قبل الدولة، ولا شايف أن دورهم معنوي ممكن يحلوا الأزمة دي من خلال التصالح وقعدات العرب زي ما حضرتك تفضلت؟ شيكو ده احنا في حاجة مهمة قوي. مصر دلوقتي الرسمية يعني الأهلي أو الزمالك أو خلافه ما فيش وزير يقدر يمشي كلامه على الموضوع عليهم، لأن يعني الأندية بقت قوية جدا ومن الصعب، وخاصه مع العالم مفتوح. وانت شفت الرياضه المصريه تعرضت لاكثر من موقف مؤلم جدا مع الاولمبياد الدوليه بخصوص القانون او تدخلات. خالد عبد العزيز بيعمل حاجه مهمه جدا على مساحه كبيره، يعني هو حط لنفسه مساحه ما بينه وبين الاداره الرياضيه بيقدر يتحرك فيها، لكن هو ده ما يمنعش ان هو بيبذل قصارى جهده اللي هو يقدر يعمل تواصل، او لان هو نجاحه مرتبط بالتهدئه الموجوده في وسط الرياضه. مشكله في الاهلي او مشكله في الزمالك هي هتطوله بطريقه باخرى، هو ما يقدرش يقول انا بعيد عنها، لكن ما يقدرش يستثمر قانون، لان ما فيش قانون بيجبر.
لكن هو في العلاقات الطيبه ما بينه وبين مرتضى منصور بتتيح له ان هو ممكن يتكلم معاه. وده اكثر من حاجه هو تعرض لها. كانت في مشكله بين الصحفيين مثلا ونادي الزمالك مرتضى منصور مش النادي مرتضى منصور رئيس النادي تحديدا. ايه اللي حصل؟ هو باتصالاته وبتاعه بدا يرتب الاجواء وده دوره. يعني خلينا منصفين. جماهير الاهلي بقى في الفتره اللي فاتت في المشكله لما بين احمد الشيخ والاهلي والزمالك والكلام ده ايقنت او هو الراجل بدا يستشعر ان وقوفه على الحياد جامد قوي ممكن يتلط يعني ايه؟ ما هو جاي يعني انت اما تلوش هتلوش ما انت بتلوش بتبص كده اي حد دلوقتي اي واحد في الرياضه كابتن لما بيجي بيلوش على الحكومه بيلوش على الوزير مع ان ده بعيد عنه وده بعيد وخيبته بتبقى هي صناعته لكن هي التلويش موجود عشان كده هو بذل مجهود محدش يقدر ينكر الموضوع ده بذل مجهود لدى الزمالك تحديدا لان هي المشكله كانت زمالك مشكله مرتضى منصور هو اللي قدم الشكوى يعني مش عايزين مش الاهلي اذا من باب اولى العمليه كانت الباور كله في ايد رئيس الزمالك بناء عليه هو بذل مجهود محدش يقدر يقول لا اثنين مرتضى منصور صادق جدا بيقول محدش يقدر محدش لكن مساحه الود بيني وبينه مثلا تتيح له ان هو ممكن يسمع كلام او يقدر يعمل ما يسمى بالتواصل بينه وبين الناس فخلينا واضحين القانون لا يمكن يجمع رؤساء الناديين ولا يعمل عمليه ترتيب لكن هو في عقل العقل بيقول ايه خلينا انا برضو بكرر اذا كان مرتضى منصور بنختلف معاه في بعض الاختلافات لكن هو نجح في الموضوع ده احمد الشيخ فيعمل كذا حاجه نمره واحد يضرب القواعد اللي هي حاكمه في اتحاد الكره خاصه بعمليه الانتقال وهي دلوقتي اتحاد الكره بدا يبحث عن قواعد عادله تتيح للايه ان هو يبقى خط واحد تمام. ده بدليل ان هو هيغير اللائحه الهيطه لسه قال دلوقتي قبل ما اجي اثنين قال للاهلي انا قال للاهلي خلي بالك ما هو ده يعني انت اما يجي وخلي اللعيب كمان كل اللعيبه اللي تاخد بالها انت ما تمضيش على بياض ما هو ده ايه مضى اللعيب على بياض رئيس نادي المقاصه قال اللعيب مضى للزمالك على بياض واضحه هم بقى يحطوا يحط لانك انت مضى يعني كلنا نقطه سلبيه موجوده وده كويس ما هو ده ايه لو ما كانش الموقف ده كنا اتعلمنا ما هو وبعدين في معايير في معايير بس كمان يعني الناس كلها وفي الدنيا كلها ماشيه بلوائح ونظم معروفه ومحدده لكل الاخطاء اللي موجوده طب ما ينفعش النهارده نيجي نقول لسه هنتعلم ده احنا مصر يعني طب السؤال تاريخ في كره القدم اكتر من 100 سنه يعني ما ينفعش النهارده نتكلم في لائحه شؤون لاعبين فيها لسه سلبيات ولسه فيها نقاط ممكن نخرج منها بمشكله زي اللي حصلت مع احمد الشيخ والموسم اللي فات كمان طب شيخ كنت قلت حاجه مهمه يمكن انت طورت الكلمه كمان غضبك ده الهادي ده 10 على 10 انت بتقول ان في مجموعه داخل الاتحاد المصري لكره القدم اسمها بنسميها ترزيه قوانين وترزيه تمام. مش قوانين لوائح الترزيه دول لازم تقطع ايديهم المكنه اللي هم بيعملوا كده ترزي عشان يخيط حاجه قانون او لائحه لازم تتقطع ايده فده مرتضى منصور انا بشكره انا بقول له شكرا مرتضى منصور لانه وضح لنا كذا حاجه وضح لنا كمان حاجه مهمه جدا في النادي الاهلي هناك نقص او في حاجه مهزوزه في العمليه القانونيه اللي هناك العمليه القانونيه انت مش معنى الشطاره هنا ومش الشطاره مش عندك ما هي لعبه ودخلناها وارتضينا بالقواعد بتاعتها يا اما تدخلها يا اما ما تدخلهاش لازم تدخلها وده كل ده امور طيبه لكن انا كنت زعلان منه وغاضب منه جدا ان هو طب في لاعب في النادي انبي كان ضمن الصفقه مش معنى اللاعب بالنادي انبي سبته مش معنى النادي الاهلي تقصد وائل فراج يعني خلينا لاعب نادي المقاصه بالظبط اذا وكنت برضه كنت واضح جدا اللي حضر عفريت يصرف العفريت مرتضى منصور قدم الشكوى هو الوحيد اللي يحل المشكله دي واعتقد انه نجح برضه ارجع لحتتك عايزه العمليه الود يكون نابع مننا مرتضى عمل حاجات للزمالك هو حر في ناديه وهو نادي بيعبدوه في نادي الزمالك 10 على 10 ما نقدرش نتكلم لكن في نفس الوقت النادي الاهلي له سيستم غير السيستم تمام. لازم نحترم السيستم ده زي ما الاهلي بيحترم سيستم الزمالك التلويش استمرار التلويش مش هينفع هيضر بكل المنظومه ما هيضر هو بيفرح المجموعات المتعصبه يا شيكو يعني مثلا في الزمالك في مجموعات متطرفه زي كل حته متطرفه متعصبه كل ده حلو لكن ايه لا حدود اللعبه لا حدود ما نجيش ما نقدرش مش انت ما بتلعبش لوحدك المنظومة كلها رابطة مع بعض ممكن تفك في وقت واحد ده اللي طيب. أنا المبادرة اللي عاملها الأستاذ جمال علام رئيس اتحاد المصري لكرة القدم أعتقد أنها مبادرة تستحق أننا نتكلم عنها هنا لأنها مهمة وبتمنى الاستجابة ليها يعني الاتحاد المصري لكرة القدم هو رأس المنظومة الرياضية في مصر تمام؟ طبعا بيعتليها وزير الشباب والرياضة أو المهندس خالد عبد العزيز وزير الشباب والرياضة حضرتك شايف أن ممكن الاستجابة ليها وإحنا بندعمها من هنا ومن خلال برنامجنا وبتمنى الاستجابة للاتحاد المصري لكرة القدم واحترام الاستاذ جمال علام بصفته رئيس الاتحاد المصري لكره القدم من خلال المهندس محمود طاهر ومن خلال الاستاذ مرتضى منصور لحل هذه المشكله واحتواء الاحتقان الموجود في الشارع الرياضي المصري. خلينا نقول برضو بوضوح هي فيها مشاكل شويه لان النادي الاهلي لما اتكلم المهندس محمود طاهر بنكلمه ايه يا عم انت؟ قال لك انا عملت قول لي اي تصريح طلع مني قول لي اي موقف ضد الزمالك قول لي ما تقدرش تتكلم. تمام اذا الموقف في الكرة عند رئيس نادي الزمالك. طب رئيس نادي الزمالك عايز حل عايز يحل ما هو ايه انت عايز حل فعلا حل من جواك حل يكون عندك رغبه
ليه ما نسيرش كلنا في شوارع متوازيه او في طرق متوازيه؟ لا التدخلات دي التدخلات دي بتعمل جماهيريه، التدخلات دي افادت الزمالك. يعني لو لم لو مرتضى منصور رئيس نادي الزمالك ما لوش على النادي الاهلي في اكثر من مره والحكام هو كان الزمالك فيه مشكله، لكن هو نجح ان هو الدوري بتاعه بس خلصت الموضوع ده، لان السنه الجايه الاهلي هيبقى صاحي والاعلام هيبقى صاحي والناس كلها هتبقى صاحي. انا عايز اتمنى ان العمليه ده. طب خلينا ناخد سياده المستشار مرتضى منصور. ناخده سياده المستشار. مساء الخير. ازاي حضرتك يا فندم؟ عامل ايه؟ كمال ازيك؟ بص بقى، بس لازم تكون انت شفت حد تاني قال لك انا هزعل، تكون شفت نمشي. اهلا بيك. ماشي والله لسه لا حربيتي اهو. حربيه على حد قال لك بقى. اهلا بيك. اهلا وسهلا. ازاي حضرتك يا فندم؟ عامل ايه؟ الحمد لله ربنا يخليك. يعني انا كنت لسه بشيد الحقيقه بحضرتك في ما يحدث في نادي الزمالك، وخاصه حاله التصالح اللي حضرتك دايما بتتكلم عليها الفتره دي، وعوده شيكابالا مره تانية، لانه اعتقد عوده شيكابالا احياء لشيكابالا مره تانية داخل ملاعبنا في كره القدم في مصر هنا. يعني انا شايف النهارده القضيه طبعا بالنسبه لشيكابالا ده لاعب، يعني واخد بالك، وكان انا بس كنت بدي درس انه ما ينفعش الانتقام الشخصي او المواقف الشخصيه تاثر على القرارات الناس الكبار. يعني شيكابالا ده يتبع الاخ ممدوح عباس، كان متبنيه وهو تقريبا اللي كان على وشك تدميره. لما انا جيت وحسيت ان الولد خلاص كرويا بينتهي بنادي سبورتنج لشبونه، على فكره نادي متعب جدا جدا، احنا بقالنا اكتر من شهرين بنتفاوض معاه في كل حرف وفي كل كلمه، لكن اهم حاجه ان احنا رجعنا شيكابالا للحياه الرياضيه. يعني تمام. نمره واحد. نمره اثنين، ان انا اعتذرت النهارده للنادي الاهلي عن تصرف لاعب عندي في استاد جوه عندي. لسه كنت هكلم حضرتك في القصه. نعم. دي يا فندم، لسه كنت هقول لحضرتك على الاعتذار ده، وكنت بشيد بحضرتك من شويه. ليه بقى؟ انا مش بعمله فيلم ولا تمثيليه، انا قبل كده اعتذرت لمانويل جوزيه لما ولد غرفه عندي، غرفه عامل غرفه الملابس، زقه كان ماتش اهلي وزمالك، ونزلت قدام كل الصحفيين اعتذرت له. تمام. وده اللي انا عايز اوصله بقى، سيبك من سمير زاهر والمصالحه والكلام اللي بيقوله ده والهدنه، ده اللي انا عايز اوصله للاستاذ. يعني احنا مش في حاله هدنه يا فندم ولا ايه؟ لا لا لا، ما هو ده. لا يعني انا بتصرف بطبيعتي. تمام. هدنه. تمام. اللي انا عايز اوصله للاستاذ محمود طاهر، محمود طاهر غير مسؤول عن تصرف اي حد في جمهوره خارج نطاق سور النادي الاهلي. تمام. يعني ما ممكن محمود طاهر يتشتم في الاستاد من جمهوره وانا نفس القصه، لكن جوه نادي الزمالك او جوه النادي الاهلي انا مسؤول. يبقى حضرتك مسؤول، المهندس محمود طاهر مسؤول. طبعا طبعا. بقول لك لما يجي الاولاد اللي هم الالترا زول، سيبوا مرتضى، سيبوا الجيش، سيبوا الشرطه، في وجود الاستاذ محمود طاهر ولا في رد فعل غير انه كان بيضحك، ده اللي بيعمل. ايوه يا فندم. الو، صوت حضرتك بعيد قوي. ايه بقى؟ اتفضل. بيقطع النادي الاهلي ومجلس اداره النادي الاهلي والفريق كره اليد في النادي الاهلي، لان الولد اللي اتصرف هذا التصرف اللي فيه بلطجه انا مسؤول عنه حتى لو كنت نايم في بيتي. يعني تصرف محترم جدا من حضرتك سياده المستشار، وبتمنى ان شاء الله انها تكون خطوه ان شاء الله الفتره اللي جايه لحاله التصالح. ان شاء الله ان شاء الله. استاذ كمال مع حضرتك، ربنا يكون في عونك وانت معاك كمال عامر. بقول لك ايه بس؟ بص انا عارف انت والله لو جرى لنا حاجه في البتاع في اي القضاء وبتاع انت اللي هتيجي، لانك انت ما بتاخدش فلوس وبتدافع عننا. عايز اقول لك بس ملحوظه، خلينا بس نقوله في وجودك، ان انا متاكد مرتضى منصور كان هو رقم واحد في فوز الزمالك بالدوري ده اكيد، وبنقوله قدام كل المجموعه وكتبناها. اتنين، مرتضى منصور عن طريق السلوك اللي هو زي ما احنا بنسالك تقول انا كده وانا كده، انا راجل متفرج درجه ثالثه، افكاري زمالك بتبدا وتنتهي، ممكن اكون عصبي، ممكن ده امور عاديه، لكن الكاركتر ده افاد الزمالك ان هو وسع له الطريق قدام المجموعات اللي كانت ممكن تعرقل مسيره نادي الزمالك، وخاصه من داخل نادي الزمالك المجموعه اللي كانت بتحيط بمجلس اداره تقعد تتسلط على القرارات وتعمل مشكله، فده كويس قوي. الحاجة التانية برضو عملت ردع للناس اللي هم ممكن من الأهلوية اللي قد يكونوا بيعوقوا عملية إن الزمالك يمرر رسالته، وده كويس، ولكن هو في المقابل الظروف اختلفت. يعني أنت بقيت بطل وبقيت يعني جماهيريتك وسعت قوي ما بين الزملكاوية، لكن الظروف اتغيرت. محمود طاهر أنا كنت بكلمه قلت له لازم تقعده وبتاع، قال لي أنا ما عملتش حاجة لنادي الزمالك، أنا يعني إيه اللي أنا عملته لنادي الزمالك بوضوح، يعني برضو أمور عادية. انت عارف عايز يا استاذ، انت عايز تعرف ايه اللي عمله في الزمالك؟ لا انا مش كده، بس انا مش عايز ازود، مش عايز، انت عايز تعرف اللي عمله في الزمالك؟ مش عايز ازود. احنا بنهدي يا سياده المستشار، بنطلع عشان نطلع صيغه، نطلع صيغه.
نعم. استاذ كمال انا مش عارف الشغل اللوم اللي بيعمله ده، مجلته اللي هو رئيس مجلس الوظيفه كتب ابراهيم منيسي جوه الافتتاحيه مرتضى منصور كلب يعوي. عايز اعرف شيء ثاني؟ طيب اسامه خليل اللي هو مشغله، ها شوف الالفاظ البذيئه اللي بيقولها كل يوم عن الزعيم وعن الزمالك. طيب الصحافه هنا والصحافه هنا. طب ما تيجي بقى في الشهر، وده كلام من صلاح دياب. تمام تمام. لكن قصه ان انا ما عملتلوش حاجه ديت، لا ما انت مسلط تشتمنا انا وناديه. هو نبي طيب. فيلم الهندي ده بص يا استاذ كمان، هو في حاله وانا في حالي. حلو قوي. انا عندي ولد غلط بالرغم كان رد فعل استفزاز من عيال الترس مجرمين من بتوع اسف جميل الاهلي والزمالك المجرمين احنا مسافرينهم جميل مش عارف جميل بمناسبه ايه دول بلطجيه. تمام. ومع ذلك وقفت اللاعب والمدير الفني والاداري وقفت مدير الامن والثلاثه النواب بتوعه. لانه سامحوا بهذه المهزله تعمل في عندي في ملعب عندي. تمام. لكن انا ما امي اتشتمت وهو قاعد بيضحك تقول لي هو عمل ايه؟ هو حد يقدر هو حد يقدر يكلم الجمهور الشغل اللي انا مش عايزه لان انا مش تلميذ انا من رود الفرج ومن شبرا واخد بالك متربي في الحواري. فالافلام بقى بتاعته دي اصل ما عملتلوش حاجه لا عهد. قلت طيب. على كلب مبعوي. طيب بص جلست كاتب كده ان انا كلب مبعوي هاخد حقي منك يا محمود. تمام. واي حد هيعمل مبادره يروح يقول له الاول ازاي تكتب عندك في المجله انه كلب مبعوي. انا كلب بعوي يا كمال. لا 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 وقفت هو مدير فني ومدير اداره. ما حدش يقدر انت ايدك طايله في ناديك، انت ايدك طايله في ناديك بتعمل حاجات. لكن خلي بالك برضو خلينا نقول ان الجماهير صعب قوي ان حد اي رئيس نادي يعني انت مجموعات الزمالك مثلا لو في اي حته وبتشتري هو صعب قوي انك تسيطر عليها هنا او هنا. لا يا فندم انا داخل نادي الزمالك مسؤول عن كل بني ادم يغلط في اي حد. ولا قبل كده انا مشكلتي مع وده طبيعي والمفترض يكون كده فعلا. انا فادي مشكلتي مع التر الزمالك ايه؟ ان كان في ماتش ودي قلت قبل كده العيال دخلوا قعدوا يشتموا في محمود طاهر وصالح سليم وام ده وام ده. انا كنت في ابو ظبي كلمت ميدو كان مدير فني قلت له اديهم تحذير هنلغي الماتش او ما كملوا قلت له الغي الماتش وطردهم بره. ايه دي المشكله بيني وبينهم؟ لما كل ما اتكلم حد يقول لك انا عمري ما غلطت. امال الكلب بيعوي بتاع مين يا محمود؟ ها؟ مجلس ماما ولا مجلس بابا؟ ده بقى الشغل بتاعك ده هو. وانا اعرف اذا كنت كلب بعوي ولا مش كلب بعوي، ولو البلد ما كانتليش حاجه انا اعرف اخد حقي كويس. لا ان شاء الله الامور الفتره اللي جايه استاذ بشار ان شاء الله هتبقى افضل. مؤسسه محترمه بكيف عليك انك كلب بتاعوي. لا لا ما حدش يقبل ده يا استاذ مستشار الحقيقه. ونحن نتمنى ان شاء الله ان الامور الفتره اللي جايه يعني تليق بمكانه حضرتك ومكانه المهندس محمود طاهر. وانت اللي بدات وانت اللي مجلتك عماله تقل اداء علينا. طيب انت اللي بدات ومش مكفيك مجلتك. طيب طلعت الاخ اللي اسمه شادي ولا شادي ما اعرفش اسمه ايه دوت. بص بقى بص بقى طب خلينا نقفل القصه دي خلينا نشوف بقى بكره هنعمل ايه. 30000 عشان يشتمنا خلينا بكره هنعمل ايه. انا سامع هو بيقول ايه. طيب سياده المستشار يعني ان شاء الله الامور الفتره الجايه ان شاء الله الافضل اللي بيحصل وروح قول لهم انا مظلوم ما شتمتش. طيب انت مجلتك بتشتم وشادي بيشتم ولا السكسكه بتشتم اللي انت معجرها تشتمنا. طب عايز اسالك سؤال محمود بعد كده عايز اسالك سؤال بس بالراحه بس كده اي حد بقى في البلد ده يقول لي. طب اسمعني طيب اسمعني بس. طيب استاذ كمال يعني عندنا فاصل. بص عايز اسال سؤال بالراحه. عندنا فاصل. عندك فاصل؟ اه استاذ بشار معلش هطلع فاصل عشان المغرب. هطلع فاصل وارجع لحضرتك على طول. المغرب عوده لحضراتكم وناخدنا رد الكبير الاستاذ كمال عامر مدير تحرير روز اليوسف وبالتاكيد هاخد تعقيبه على كلام المستشار مرتضى منصور رئيس نادي الزمالك ورئيس لجنه الانديه. والحقيقه استاذ كمال يمكن بعض الناس بتلومنا كاعلاميين انه يعني في مداخلات من هذا النوع استاذ المستشار او لا هي بتعتمد على المحاور. خلي بالك احنا وقعنا ولكن في خطأ هنا اقول لك ليه خلينا برضه بنصفي. ولكن والله احنا يعني انا بس عايز اوضح لهم اننا والله احنا يعني نفسنا وزي ما قال استاذ كمال انه الجميع هيبقى في ضرر كبير جدا جدا لو حصلت الازمه وحصلت كارثه جديده وتم ايقاف النشاط مره ثانيه. فبالتاكيد احنا عايزين نرجع لحاله الهدوء والاستقرار مره ثانيه ان شاء الله في المنظومه الرياضيه. اتفضل استاذ. هو في حته صغيره دايما المحاور هو يعني الاستوديو هو اللي بيعمل المشكله. ازاي يعني هو انا ما سمعتوش في اخر فتره. انا كنت عايز كل اللي قاله ده لان دي رواسب سلوكيات قبل كده ما قبل ده. لكن انا بقول لك في الفتره الحاليه انا مش شايف في اي كلاش من النادي الاهلي او خلاف. عايز اوصل مرتضى منصور رئيس نادي الزمالك زي ما انا قلت له وبكررها له احنا إيه انت
يعني عندك حساسيه شديده جدا، لان طالما ارتضيت في العمل العام ممكن تيجي الوزراء بيتعمل فيهم ايه ابتداء من اقل واحد لاكبر حد، ما دي امور دايما حاله النقد موجوده. حاجه ثانيه، لو الوايت نايتس مثلا او جماهير نادي الزمالك في 40,000 واحد او 30,000 واحد في تدريبات او حاجه وشتم محمود طارق، برضه مهما يكون مرتضى منصور او خلافه مش هيقدر يسيطر. لانه ايه يعني انت تسيطر لما يكون في 50 يعني مجموعه بسيطه 1000 واحد او بتاع في تدريبات، لكن دي امور عاديه ودي متعه كره القدم. خلينا بقى منصفين، الامور اللي هي منفرطه البسيطه دي كلها امور عادية. هو الجيش والشرطه، الجيش والشرطه ده خلي بالك ما في ناس بتشتم، الشتيمه دي مش معنى ذلك ان ضد او بتاع. خلينا الجماهير واعيه جدا. انا هقول لك ماتش الاهلي، كان في الاهلي بيتدرب في اكتر من 30,000 واحد في استاد التتش بيشجعوه، المباراه اللي هو خسرها قدام احد الفرق التونسيه وطلع من دوري الابطال الافريقي، يوم التدريب قبل الماتش الجماهير قعدت تشتم اللعيبه، لعيبه النادي، جماهير النادي الاهلي قعدت تهاجم جماهير فرقتها، معرفش ليه. لدرجه كان في حد هناك كلمني في التليفون قال لي الجمهور بيعمل كده واللعيبه شكلها وحش، وانا متاكد ان بكره الاهلي هيتهاجم. ده اللي حصل بنصر. اللي عايز اقوله الجماهير كتيره قوي، ما حدش يقدر يسيطر عليها ولا حد يقدر يرشيها ولا كلام فرده. الجماهير دول ناس اهو كان في كلمه بيقولها وبتاع وخلص الموضوعات. النادي الاهلي بيقدر يستوعب الموضوع ده بصوره، بيفتح بيقعدوا ويتخانقوا وبتاع وخلص الشحنه وبتاع ومشي وروح بيته خلصنا. لكن فعشان كده انا برد على حته ان هو ممكن جماهيره لازم يقول لا، ولا محمود طاهر ولا اي حد يقدر يقول لجماهير لا، ما ينفعش. مش هيقدر يقولها. خلينا يعني مصري. السيطره والكنترول الكامل على، لكن نيجي خلينا بقى نقول هو لو في صدقه النوايا، ما انا ممكن حبيبك بيبلع لك الزلط، يعني ممكن تلاقي ولا حاجه خالص. لكن اللي انا عايز اقوله برضه هننسى ده، لان دي كانت حاجات سابقه. عايزين نبص لبكره. بكره مرتضى منصور جاهز ان هو على الاقل يا عم انت في حالك وانا في حالي، بهدوء وباحترام. هو قال بعض الحاجات اللي فيه خطاب اعلام الاهلي، قال كلمتين، انا هشوف الكلمتين دول، اشوفهم واشوف الموضوع، اشوف اقراهم او حاجه. لكن برضو حتى لو حصل نقفل الصفحه دي، لان كلنا هندفع، انا هدفع الثمن وانت برنامجك هيدفع الثمن. يعني لو يعني حضرت. حضرت. شايف ان الافضل ان الاثنين يبقى في يعني مصطفى تونسي يبقى في نادي الزمالك والمهندس محمود طاهر يبقى في النادي الاهلي وخلاص، على الاقل الفتره دي يبقى فتره بالظبط، وبلاش تلويشات وبلاش كده على ما النفوس تهدى وتيجي اي صدفه. وانا لو لقيت سلوكات ده كويس وده كويس خلص الموضوعات، ما فيش قضيه ومفيش ازمه تقدر تمسكها. لكن انا ايه عايز مرتضى منصور، لقيت الزمالك احتفل بفرقتك وافتخر بفرقتك، ايام اللي جايه صعبه لان الاهلي استعد لك او حاجه هتبقى فيها مشكله كبيره قوي، مش هننفع ندخل على بعض. بلاش ان اي حد يدخل هنا او هنا حتى من الاهلي او خلافه، وعلى الاهلاويه اللي هو بيحب ناديهم او بيحب اداره ناديهم ان هو برضه يعرفوا ان هم مش لوحدهم. عايزين في الايام اللي جايه مبادره من هنا نطلقها زي ما احنا عملنا على الفيسبوك مع الجماهير، مبادره من الجماهير بقى، لان المسؤولين فشلوا. ما فيش اي مسؤول هيقدر يعملها، لكن الجماهير، جماهير الاهلي او جماهير الزمالك اللي على في كل الموجودين بالملايين، هم عايزين الاهلي والزمالك قوتين مهمين. انا عايز مرتضى منصور حاله التوازن ده مهمه جدا هناك في الزمالك ونقدر نشوف، لان لو انت شايف مرتضى منصور مش موجود في الكوره مش هنلاقي المتعه اللي نقدر نتكلم ونتخانق وبتاع. برنامج له حس ما بنقعد نتخانق، لكن هو في نفس الوقت في حاجه اسمها الاهلي قوة كبيرة جدا لها احترامها طبعا. في حاجة اسمها الزمالك كيان كبير جدا، الزمالك كيان كبير جدا. انا بتمنى والحقيقة يعني بضم صوت لصوت حضرتك يا استاذ كمال انه المبادرة تبقى من جمهور بقى، يعني ما هي جمهور احنا عاملينها انا علشان عودته مرة ثانية انا باخدها مع الناس اللي هنا اللي هنا واللي هنا. اتمنى لان الجمهور عايز ايه؟ ما هو ايه؟ مرتضى منصور بيعمل ايه؟ عايز انتصار عشان جماهيره. محمود طاهر بيعمل ايه؟ عايز انتصار وعايز دوري عشان جماهيره. الجمهور بيقول لك من فضلك احنا في حدود. يا كابتن شيكو اكثر من موقف رائع، جماهير الاهلي الغاضبه جدا اللي هم انت عارف الاهلاويه ابو كريم المنزلاوي وما اعرفش والنمر الناس اللي والزملكاويه برضو في بعض في كثير من المواقف لما يكون في مشكله ما بتلاقيهم ايد واحده. ده حقيقي، ده حقيقي. بيظهر معانا طبعا الدفاع الجوي طبعًا. شوف جماهير النادي الاهلي عملوا ايه؟ اذا هم الشباب عارفين، الشباب اذا كانوا هم عايزين ان احنا نبقى افضل وافضل، على الكبار ان هم يقدروا يتفهموا الموضوع. ويا عم شتمني مره وشتمني مره ولا شتمنيش مره، ما فيش وزير في مصر بيتشتم، وكل ما تكبر وتسخن وتبقى مؤثر بتتشتم. عايز اقول لك على حاجه، اللي ما بيشتمش هو ده اللي مش مؤثر. اه طبعا ده اللي عايز اقول لك. طب انا بتمنى ان شاء الله بضم صوت الاستاذ كمال ومن برنامجك من برنامجنا طبعا، وانه يكون ان شاء الله المبادره دي موجوده من جمهور الفترة الجاية، وحالة التهدئة تكون موجودة. يعني السوشيال ميديا الحقيقة كمان مواقع التواصل يعني الحقيقة فيها كمية ألفاظ وشتائم وسباب. لا بس هقول لك على حاجة في المقابل، في المقابل بقول لك فيها حاجات أنا بتمتع من الـ من الـ من الناس اللي بتكتب من الزمالك أو الأهلي، الناس اللي هم فاهمين حتى لو بيشتموا وخلصت الموضوعات بسيطة. يعني بتمنى إن شاء الله، بتمنى الفترة الجاية تكون منكم أنتم، وتكون أنتم ليكم اليد العليا كمان على كل المسؤولين وكل المنظومة الرياضية، ويكون ليكم دور مؤثر جدا إن شاء الله الفترة الجاية من خلال مواقع التواصل الاجتماعي. خلونا نفتح لكم يعني الأبواب عندنا هنا في برامجنا، تبقوا متواجدين حتى لو نستضيفكم، حتى يبقى اصواتكم موجوده من خلال المداخلات. بتمنى ان شاء الله ده يكون موجود الفتره الجايه لوجود حاله التهدئه ان شاء الله الفتره الجايه. استاذ كمال يعني نروح لليوم السابع مع ناقدنا الرياضي المميز استاذ رامي عبد الحميد مع زميلي سامح الفيومي، ونشوف اطلاله في صحافه بكره من اليوم السابع. سامح مساء الخير.
مساء الخير عليك زميلي اشرف وعلى كل مشاهدي قناه النهار رياضه وصحافه النهار، يعني وتحياتي ليك وللاستاذ كمال من هنا من اليوم السابع، يعني يسعدني ان يكون معي يعني الزميل العزيز الاستاذ رامي عبد الحميد. برحب بيك استاذ. اهلا، برحب بيك وبرحب بالكابتن اشرف واستاذي الكبير الاستاذ كمال عامر. اكيد محتاجين نعرف اطلاله سريعه على اهم ما يعني سيخرج خلال ساعات على اليوم السابع. طبعا والحدث الاكبر النهارده كان المؤتمر الصحفي لنادي الزمالك، الاستاذ مرتضى منصور ومجلس اداره النادي الاسماعيلي كان بيعلن عن تفاصيل التعاقد واعاره شيكابالا للاسماعيلي، وحضر المؤتمر رئيس نادي الزمالك ورئيس نادي الاسماعيلي واعتقد احمد حسام ميدو كمان، لكن غاب شيكابالا لاسباب غير معلومه، وهم قالوا ان شيكابالا ما كانش يعني ليه ان هو يحضر المؤتمر النهارده، وكان برضو حضور مميز لاشرف عبد الباقي الممثل الكبير طبعا الفنان الكبير عشان يعتذر على اللي حصل لجمهور نادي الزمالك في احدى المسرحيات طبعا اللي بتعرض على القناه الفضائيه. ويمكن كمان الاستاذ مرتضى منصور اعلن ان في جمعيه عموميه طارئه عشان يعلن فيها اللي حصل في تونس من بعض قله من الجماهير في مباراه صفاقسي مع لعيبه الزمالك، واظن ان الجمعيه العموميه دي هتبقى فيها كلام كتير جدا من نادي الزمالك، لكن يعني مش عايزين نسبه الاحداث. ده المانشيت الرئيسي بالنسبه للجورنان. برضو المنتخب الوطني مستر كوبر خلاص استقر بصفه يعني شبه نهائيه على التشكيل اللي ان شاء الله اللي هيلعب بيه مباراه تشاد، مباراه مهمه جدا بالنسبه لنا، الثلاثه بونت اكيد هيفرقوا معانا ان شاء الله باذن الله، يعني التوفيق هيبقى حليف المنتخب ان شاء الله في مباراه تشاد. من برضو من المنشطات اللي عندنا مهمه في المصارعه، كرم جابر طبعا عارفين ازمته الكبيره ان هو توقف سنتين، فالمجلس الاداره قرر امبارح في اجتماع طارئ بالليل ان هو يعني يجي من امريكا استدعاء عشان يتم التحقيق معاه في مصر هنا. نروح للنادي الاهلي، النادي الاهلي عنده ازمه بسيطه، فتنه السلف تنفجر بين الكبار والصغار في الاهلي. الموضوع بيتلخص في ان النادي الاهلي او مجلس اداره رافض يدي سلفه لبعض اللاعبين زي صبر الرحيل وحسين السيد، وفي حين ان هو ادى سلف للاعبين كبار اخرين، فدي يمكن عامله ازمه بسيطه اعتقد ان هي ممكن تتحل ان شاء الله في الفتره اللي جايه. بالنسبه لمحمد زيدان خلاص انتقل يعني بصفه شبه رسميه انتقل للانتاج الحربي، وهيتم الاعلان عن الصفقه ان شاء الله اعتقد خلال يومين. عاملين احنا في الجورنال كمان انفو او حاجه كده لصفقات في البريمير ليج، طبعا البلجيكي اللعيب المهم جدا ديبروين يعني لعيب مهم اعتقد ان هو كان الاغلى في الصفقات حاليا في البريمير ليج. انا بشكرك جدا استاذ. شكرا. ودي كانت إطلالة سريعة لأهم ما سيخرج خلال ساعات على يعني صحافة اليوم السابع، والآن مع أدق الأسرار وصحافة النهار. بشكرك زميلي سامح الفيومي من موقع اليوم السابع، وبشكر طبعا ناقدنا الرياضي المميز الاستاذ رامي عبد الحميد. يعني دايما بيبقى عندنا اطلاله كده في صحافه بكره من المواقع والصحف، وده مهم جدا. رامي صحفي متميز قوي يعني طبعًا. رجل بنسميه قسطه، وانا شايف سامح برضو ايه راجل يعني جامد بيجيب لك الحاجات اللي تمشي معاك في الحلقه عشان تزودها. طيب اروح مع حضرتك لملف مهم جدا بقى الحقيقه، يعني ملف الشركه الراعيه واتحاد الكره، ويمكن في مقدمه البرنامج او في الانترو انا قلت ان حضرتك كنت كتبت على الشركة الراعية وأشدت بيها في بعض الأوقات، وكنت شايف إن ليها دور مؤثر أو هيبقى ليها دور الفترة اللي جاية في المنظومة الرياضية بشكل عام، لأنه الشركة الراعية لاتحاد الكرة ومنتخب مصر وكل الأندية المصرية باستثناء بعض الأندية، كلام حضرتك اتغير ورأي حضرتك في الشركة الراعية اتغير. عايز أعرف رأي حضرتك اتغير ليه، وهل حضرتك لاحظت بعض السلبيات أو طيب. بعض الأمور اللي هتضر بالمنظومة الرياضية؟ بص يا شيخ، كنت قلت حاجة مهمة قوي اتغير. وفي حاجة مهمة جدا، أنت ممكن تعمل برنامج هايل قوي تمام، ففي لكن وفي حلقة تبقى فيها ديفو. هو المطلوب مني ان انا اقعد اسقف لك واقول لك لا انت 10 على 10، لا ده هو من العد بتقول ايه، لو في اي حاجه اقول لك اه من فضلك في كذا كذا كذا، ده حاجه محترمه. في ديفو هنا عشان ايه نقدر نعمل تواصل، يعني انا ماليش غرض تمام كويس، لان لما اشدت بالشركه الراعيه برزنتيشن ما حدش شجعني، ما حدش قال لي شكرا، ما حدش جه هو كان قايل لي يعني كويس، لما اجي اقول في حاجه خطا هو ما ينزعجش، يعني عمرو وهبه جه انزعج وازاي وما اعرفش بتاع، قلت له عايز اسالك سؤال، هو انت طلبت مني مره
ان انا اقعد اشيد بك اكتر من 3 4 مقالات؟ قال لي لا. اما انا كتبت قلت لي شكرا؟ قال لي لا. اما انا عملت حاجه كنت لمصلحتك او حاجه؟ لا انا ماليش علاقه يعني لصالح يعني. اذا انا لما اقول لك في مشكله هنا تتعامل باحترام معايا برضو يعني. انا مش مزقوق ومش عارف ايه وكلام فارغ ده، ولا عايز حاجه من تحت الترابيزه، ولا عايز برنامج تراه، ولا كلام فارغ زي ما بيحصل. تمام. ده الحكايه فيه لازم ناخد بالنا بالحاجات الايجابيه اللي انا كتبتها. انا عايز حضرتك يعني مش في اجاز شديد، ولكن يعني عايزين نلم الموضوع، لان الحقيقه موضوع الشركه الراعيه واتحاد الكره والشركه الراعيه لكل المنظومه الرياضيه في مصر بشكل عام الفتره الجايه يعني الناس فعلا متلخبطه شويه. تمام. فانا عايز حضرتك تلم لنا القصه كلها بحيث الناس تفهم مننا الفتره الجايه ايه اللي هيحصل. خلينا في لازم نقول من شويه الايجابيات برضو اللي انا خدت بالي منها. عندهم افكار ماشي، عندهم افكار، وجات الظروف ان هم يبقى هو المقاول الوحيد للموضوع، او الشركه الوحيد سميها، او العطل الوحيد ايا كان، بطريقه او باخرى خد كل الحقوق 10 على 10. الزمالك تحديدا يعني هو ايه، هو باين قوي في الزمالك لان الاهلي ما كانش معاه، الاهلي كان بره ورجع معاه في اخر مباراه. اذا الاهلي الزمالك بالمنطق هو كان منتج بتاعه، هو ساهم مساهمه كبيره جدا بنسبه هي الاكبر في ان الزمالك يفوز بالدوري. ازاي؟ عنده فلوس كاش. الزمالك خد اكتر من 85% او بياخد، خد كل فلوسه، الفلوس موجوده، صدام منصور بيجيب لعيب بيجيب هنا وبتاع، ساعدته في حاجات كتير انها صفقات وبعدين هو حط في حسابه ان ما يكون منتج. يعني انا زي ما اكون عامل برنامج وانت البرنامج، انت النور الحلوه اللي في البرنامج، يبقى انت المنتج بتاعي. كل ما انت سعرك بيزيد، انا الناس بدات تتيقن ان ممكن هي وسعت لها السكه برزنتيشن، او وسعت للزمالك السكه، وفعلا الزمالك فاز برزنتيشن، هي الف مبروك لان هي الفائز رقم واحد. تمام. في العمليه كلها. تمام. نيجي بقى في الحته الثانيه اللي ازعج الموضوع كله وفجر عمليه الغضب والغاضبين وانا منهم، حته العقد، حته الغرامات اللي جت على اتحاد الكره. اتحاد الكره معروف ان هو ماضي 3 سنين معاهم، اول سنه ب 25 مليون، 30، 35. تمام. في عقد مكتوب. العقد ايا كان، فوجئنا او الوسط كله او مصر كلها فوجئت ان في غرامات السنه دي موقعه من قبل الشركه برزنتيشن على اتحاد المصري لكره القدم قيمتها 29.5 مليون جنيه. اذا انت لازم تقف عند يعني اكتر من اللي ما يستحق لازم تقف في السنه الاولى. هو يخلي بالك في عالم البيزنس زي ما عمرو هبه كلمني برضو يجي ساعتين وقعد يشرح لي، هو ممكن يكون صح في عالم البيزنس بتاعه، وهو افكاره اللي يقتنع بيها يقتنع بيها، ما يقتنعش. انا مسميه هو ايه، المسؤول الشرير جوه الشركه. تمام. كويس. الحاجه الثانيه ايه، اما انت تيجي تقول لي يعني ايه، انا متعاقد مع الكوبايه ديت هتاخدها بجنيه، ما ادتكش الكوبايه، تيجي تعمل لي عليها ب2 جنيه؟ لا، خطا جدا. هو مفاهيمه يقول لك ايه، ما انا كنت هبيعه، ما هو في حاجه غلط، يا يعني اما كنت هتبيعها ب2 جنيه كويس وجاي تحاسبني على 2 جنيه. تمام. ايا كان مفيش حاجه تقول كده خالص. اللي انزعج اكتر الناس اللي انزعجوا مجموعه بسيطه قوي داخل اتحاد مصر لكره القدم، حتى جمال علام رئيس الاتحاد راجل محترم جدا وراجل نزيه جدا وراجل انا بحس يعني انا بقول لك من افضل الناس اللي تولوا الاتحاد. يعني قد يكون الناس تختلف معايا يعني، لكن جمال يعني اختلافات كتيره في ده. لا 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 جمال، يعني خلينا نقول كعمل نظامي واداري داخل الاتحاد الكره يعني في ناس كتير بتتهمهم بالفشل. لا أصحابة. ولكن الحقيقه الراجل صاحب ايدي نظيفه بمليون في المية، ودي انت عايز ايه نظيفه؟ واحد يقول لك لا نظيفه ولا عمره اسمه جه في اي حقيقة. كلمه ولا الحاجه الثانيه كمان بيجتهد كتير قوي. الحاجه الثالثه منع شيوخ المنصر ان هم اللي يقسموا وما يقسموش. الحاجه الرابعه نظف حاجات كتيره، والراجل اعضاء المجموعه اللي معاه ده هو جاي بالباراشوت فوقهم. يعني هو ما اختارهمش. خلينا بس عشان الامور ما تلعبش. تمام. اما يجي تيجي لك انت جواب كده في اتحاد الكوره، لا اسف جدا. هي بقى معموله يا اما انت راجل عاملها بيزنس، او انت عاملها كضغط في الاول عشان توصل. انا بقى بقول الثانيه لسبب، لان مجلس الاداره نزلها ل 12 ونزلها من 12 ل 9. اذا انت من 29.5 تنزلها 9، ده حاجات لازم نقف عندها. الحاجه الاهم بقى، اتحاد الكوره وافق على التسعه. كويس. 9 وشويه، 9600 وشويه او حاجه. وبعت الموافقه بمين؟ للوزير الشباب، وزير الشباب والرياضه. قال له ايه بقى بالنص؟ وافق مجلس اداره الاتحاد على كذا الغرامه كذا كذا، لاننا في بعض البنود مش عارفش مباراتين كوريا واليابان، كوريا يعني في مباراتين، وفي بعض الحاجات في مؤتمرات صحفيه، وفي ما فيش مشكله. ماشي. برجاء الموافقه يعني بما معنى او ايه للعلم والتخزير اللازم وحاجات كده. عمل ايه الوزير؟ وزير الشباب والرياضه عمل لجنه من عنده، جابت كل العقد وجابت اتضح من خلال الدراسه اللجنه ان برزنتيشن ملهاش فلوس، ده بالعكس هي عليها فلوس، عليها 600,000. اذا انت والاهم ان الاتحاد الكره واقف على ده، هدد الاتحاد. قال له لو عملت غير كده النيابه. انت كاتحاد تفرح ولا تزعل؟ يعني افرح، انا معليش غرامات، بالعكس انا عليا ليا فلوس. تفرح ان ايه، ورقه جالك بختم النسر من عند وزير تبقى ايه سندك. اي حد كان. لكن انا في بعض الاصوات داخل مجلس اداره الاتحاد انبرت بالدفاع عن الشركه، لا وما اعرفش ايه، واحنا هي الاصوات دي بعد يومين اثنين او ثلاث ايام اختفت. ليه؟ لان اللي كانوا بيقول هو ما بيدافع، هو مش قادر، مش عارف يعمل ايه.
لدرجه هو فعلا جمال العلام رئيس الاتحاد قابلته قال لي، هو كلمني في التليفون بيقول لي بس انا زعلان على صيغه الجواب ان هو يهددني، ده انا اللي طالب منه. قلت له انت ما تزعلش، لان اللي انت بتزعله ده حته مظهريه، انت تنبسط وتفرح ان العمليه كانت ان انت انت ايه، انت قلت يا جماعه في كذا في ديفو كذا. اتضح انا وجهه نظري ان القائمين او اللي عملوا العقد ده ناس كانوا في غيبوبه، يعني ناس ما كانوش. انا عايز اعرف مين الثلاثة أربعة خمسة اللي عملوا العقد، لان دي مشكله من اتحاد الكوره. ما هو المستشار القانوني الاستاذ مجدي المتنوي وبعض اعضاء مجلس اداره الكوره، وكان اكيد الاستاذ جمال علام متواجد. المستشار القانوني بيعمل ايه؟ بيصيغ الاراء، بيصيغ الاتفاقات. يعني ايه اتحاد الكوره اعضاء مجلس اداره مع الشركه ايه خمس جمل هو بياخدهم بيصيغهم قانونيه. لكن انا حاسس ان العقد ان هو يطلع وينزل ويعمل كده فيها مشكله كبيره جدا. الموضوع ده عمل مشكلتين بوضوح، كشف كل الجيوب اللي موجوده داخل مجلس اداره الاتحاد اللي ممكن تلعب. هي ما بتلعبش بفلوس وتسال، لا لا لا، هي ايه، في انتخابات جايه. الانتخابات الجايه ايه، الشركه هيبقى لها دور كبير قوي في الانتخابات، سواء رضيت او ما رضيتش. مش عايزين نفتح حاجه، حضرتك شايف ان دي اللعبه، مش موضوع استفاده ماديه إيه؟ ولكن لو في حاجتين ده طبعا ده جزء كبير قوي. ده انا هقول لك على حاجه، الذين ينوون خوض الانتخابات من خارج المنظومه الاتحاد الكوره عاملين حساب لبرزنتيشن، وعاملين حساب لاصدقاء برزنتيشن جوه الاتحاد. مش عايز اقول في التفاصيل لان انا كتبت التفاصيل. ده الامور علي. انا اللي انا عملته ان انا قلت في مش ممكن نحصل، يعني ما ينفعش، وده خطا وده وده وده. رئيس عمرو وهبه كلمني فعلا وقعد يشرح لي في كذا وفي كذا وفي كذا. انا قلت له بص انت ده انت يعني ما فيش مشكله، انا قعدت اسمع له وده حقه. تمام. قال لي ابعت رد. قلت له تبعت واللي انت عايزه، انا ما عنديش مشكله خالص. انا عندي حاجات كتيره، بس انا ايه، انت قلت لي حاجه مهمه ان انا اشدت بيهم في ما يكون في مشكله، انا عايز اجفف دي بس، مش عايز اوصل للموضوع. لكن هو ايه، بالصدفه الحاجه اللي انا فجرتها امتدت النيران لاكثر من حته، اكثر من مكان. واعتقد مجلس اداره الاتحاد دلوقتي ايقن ان في ناس مراقبه، في ثلاث اجهزه رقابيه مراقبه الموضوع غير الرقابيه كمان. حتى الناس حتى كل واحد عضو مجلس اداره نفسه بقى يخاف، لان الحاجات هتتفتح اكيد. طيب ما دام من دلوقتي يبقى فيها العمليه عايزه نظافه ان انا مش من 29 مليون يوصل عليه 600,000 ايا كان. هيجي يقول لي ايه، احنا دلوقتي في تاجيلات وفي وفي وفي. اسف جدا، انت ما كنت داخل، انت من مصر، هو عارف كل اللي عارف كل اللي الظروف اللي احنا عايشينها، ما هو عارف الظروف. ومش كده وكمان، ده انت عندك من جوه مدينك الداتا. يعني انت عارف، يعني انت مش جاي خواجه مثلا من هنا او من هنا او من هنا. لان ايه اللي خلى الشركات اللي بره ما تجيش؟ لان الظروف هنا مش مظبوطه، دوري وقف دوري ما يعرفوش. طبعا خلينا منصفين، هو عامله ازاي، وهو اتحمل خسائر كتيره برضه. ما بتنتجش، خسرت فلوس كتيره قد كده. واحد صاحبي وانا جاي دلوقتي بيقول لي يا عم ده ياخد الدوري ب 160 وخسرت وجابت 70 مليون، خسرت اكتر من 60 مليون. ما هي دي الفكره برضه يا استاذ كمان. انت عارف قال لي ايه؟ قال لي هم جايبين فلوس منين؟ قلت له اسف جدا مش حتتي. طيب انا بعيدا عن المصدر، مصدر الفلوس إيه؟ او مصدر الفلوس لي او المصدر المالي لشركه برزنتيشن، حضرتك شايف انه ممكن يبقى في شركه تدخل كرعايه لمنظومه رياضيه كامله؟ يعني انا بتكلم على منظومه رياضيه كامله بقى، من اتحاد كوره لمنتخب مصر، منتخبات مصر للانديه المصريه للدوري المصري، حتى حقوق البث التلفزيوني، وما بتكسبش، بالعكس بتخسر. يعني اتفضلت قلت دلوقتي 160 مليون بتكسب 70 مليون، يعني في خساره اكتر من 60 مليون. خلينا نقول في حاجه تمني، هم عنده الجرأه فين؟ احنا في مشكله، انت عارف قوى الاعتدال اللي هي الجيوب اللي هي ماليه اللي هنا وهنا وهنا. عندهم وعندهم وعندهم، بس هم بيكتفوا بالكلام، ما عندهمش الجرأه، عندهم اكثر من حته، مش متفرغين لحته واحده. يعني ما فيش في مصر حته الرياضه والكوره، البيزنس الرياضه ما فيش حد في مصر خالص. تمام. كلهم تلاقي في الفن واو، حته الكوره موجوده. في الصناعه دي كبيره وضخمه واو وداخله، لان هي متقسمه. انا هقول لك على سر، محمود طاهر كان عضو مجلس اداره الاتحاد المصري لكره القدم. تمام. كان هو من هوايته ان هو كل حقوق الاتحاد نحطها في باكج واحد ونوزعها. قطعوه ودفعوه للاستقاله. ومين اللي عمل كده؟ كان هم ثلاثه، سمير زاهر، هنا بوريده، وعمرو وهبه. برضه بقول ليه؟ الحتت الصغيره بتدي فرصه انك تتكلم، وهنا وتدي الاهرام وتدي وتتكلم هي في مشكله اخطر. انا بقولش ان حد ارتشى، لكن بتحطك في شبهه. لكن انت لما شركه تيجي تاخد الباكج كله بتاع، ولحد دلوقتي اجبروه وخلاه ومش استقال. وحته ثانيه، خبر ثاني، محمود طاهر هو الذي بيض وجه اتحاد سمير زاهر عندما قام المهندس حسن صقر بتحويله للنيابه في وقتها عن طريق مخالفات كانت موجوده، كانت ممكن تطيح وتبهدلهم. هو الوحيد برغم استقالته قاعد في مكتبه اكثر من 15 يوم ويحل مشاكل الاتحاد المصري لكره القدم. اللي عايز اقوله، البيزنس الرياضه عايز ناس تكون محترفه وناس عندها الجراه. الجراه بتقول ايه؟ ان انا مش شرط ان انا عندي ال 160 مليون جنيه. انا ابدا شويه، في عقود بتبقى ماشيه، في بس ناس متخصصه لتلك الصناعه تستطيع ان هي تحقق فيها. انا شايف الفتره، انا خدمت الوسط كله، خدمت الناس اللي هو اللي ماسك مسيطر، انت مش لوحدك، لازم تشوف. وعايز اقول لك لسه خبر جاي اللي هيتنشر بكره، نادي الاسماعيلي غاضب جدا من برزنتيشن. ليه؟ لانه كان اتفق فيه في العقد اقامه معسكرات.
تحمل معسكر. معسكرات هو ميدو عايز يروح معسكر بره، قالوا لا احنا ما حددناش معسكرات. اذا كان فيها لعب، لعب هي هو انت الاسماعيلي مثلا ما كان بياخد 4 مليون او اي حاجه وفجاه تديله 6 او تديله اكتر 11 12، ما ده ما حدش خد باله من العقود بتتكتب ازاي. ما هو معسكر، معسكر هنا في كفر شكر بلدنا ولا في متغمر ولا 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 معسكر بره في هولندا، كلها امور عاديه. عمرو وهبه هو اسطى في الحاجات دي لانه متخصص وفاضي وقاعد مركز. عشان كده انا بقول لكل الناس اللي هم عايزين يدخلوا الاستثمار بالشكل اللي انا شايفه، كل واحد ماسك في حته وماشي في حته، مش هينفع. عايز تدخل بتقعد تفكر راح فين وجاي منين، خطط او تبذل مجهود. اللي انا شايفه برزنتيشن بقدر في الايام اللي جايه في اكثر من رقيب عليها، الموضوعات تتلم، العقود بتبدا فيها ظروف بتبدا تتغير او تقدر تتلم الموضوعات برضو، مفيش حد ضد. لكن في بقى نقطه ثانيه، اصدقاء الشركه الراعي هي اللي عملته صح، لان انا معجب بيها في وسط الفوضى اللي احنا عايشينها ده، ومن المجموعات اللي كانت عايزه تدخل بما فيهم هنا وهنا وهنا. هم عايشين في حاجه وهو عايش في حاجه، عامل ازرع، ازرع عامل برنامج، برنامجه فيه رعايه. انت عايز تقول الاثنين اللي جوه البرنامج هيطلعوا شمال ولا يمين؟ لا، بيبقوا خلايا نايمه، بيجي في توقيت معين ويديله الورقه صغيره هيجي ويعمل كده، هو ده الصح. حاجه تانية، اصدقائهم اللي في الدايره الاولى والدايره الثانيه والدايره الثالثه، في سيستم انا عارفه، في عنده ازرع اعلاميه، عنده نيل الرياضه وعنده خلافه أكيد. اصبح بدا قوه، هو بقى في مشكله هيجي في توقيت معين ويصطدم حتى براس مش هقول راس ده راس الهرم الرياضي وزير او خلافه. هيجي في وقت معين لو اتساب بطريقه معينه كده وما فيش حد قدر يشوف او قوه تانية تظهر او بتاع، هيبدا يعمل اللي هو عايز يعمله ويجي يشوف بقى. ما انت تسيطر على تسيطرت على اتحاد الكره على الدينامو، المره الجايه تسيطر على الدينامو. الدينامو اللي هو بيعمل ايه؟ اللي هو هيبقى فيه اللي هو بيدفع واللي هو بيمضي واللي هو بياخد. ما دي في مشكله، في ازدواجيه. حد عارف؟ فانا اللي عايز اقوله ان انا بحذر الايام اللي جايه. ممكن من حقك انك تكسب ومن حقك وربنا يبارك لك في اي حاجه، احنا مش مجتمع احقاد، لكن لازم تكون تبقى للقوانين واللوائح اللي هي ايه، مش اللي انت نجحت حتى نجحت وتعملها. لا، مش بشروطك، في شروط الايه، المجتمع اللي احنا بنعيش فيه. طيب، يعني انا برضو يعني عندي برضو تعليق على فكرة انه بتدخل في مشروع، لانه شركة الرعاية مشروع بالنسبة لها هو مشروع تمام. استثماري تمام. وبتخسر منه او ما بتستفدش، بالعكس انت بتخسر كمان ورقم كبير جدا. يعني ده برضو في تساؤل كبير جدا. الحاجة التانية، هيك شايف احتكار الصورة التلفزيونية او احتكار الدوري المصري لقناة سواء عربية او مصرية، شايف الفكرة دي ازاي، وشايف انه ممكن تأثر بشكل او باخر على القنوات الفضائية المصرية ازاي؟ خلينا نقول حاجة مهمة، هو مين اللي خلاها تحتكر او ايه اللي خلاها وصل؟ حاجتين، في حد بيسهل، ادي حاجه، او مقتنع، ممكن اسهل، ممكن اكون مقتنع، ممكن ايا كان الظروف. الحاجه الثانيه، الكائنات الضعيفه اللي هي بتنافس. ما هو كائنات، ما فيش كيان ماسك يعني ايه الغرفه برضو ايه الغرفه، الرياضه بالنسبه لها جزء من الهم الكبير مش حته، لكن هي عايزه مجموعه بسيطه يعني. ما انت لو خدت دخلت وظبطت الدنيا هتعمل. هو بس برضو انا برضو، هل القوى المصريه العامله هنا موجوده في، انا مش شايفها تقدر تكمل يعني. اذا هم دول عربيه، روح بقى قطر، روح حته اللي انت عايز تروح، فما اعرفش، وتجيب ما هي ملهاش حل لانك انت جايبك. مين المستفيد من ده؟ يعني الجمهور المصري بالتاكيد غير مستفيد من ده، لانه النهارده لما يبقى عندي بتتفرج على الدوري المصري في قناه عربيه، ما بتتفرجش عليه في اكتر من، الناس كلها ابتدت تتجه استاذ كمال للدوريات الاوروبيه. بنشوف كل الناس النهارده بتتجاهل الدوري المصري، لانه حتى وهو بيذاع النهارده الموسم اللي فات على اكتر من قناه، ولكن عنده لخبطه المشاهد المصري بين 7 انديه بتتفرج عليها في قنوات و13 نادي بيتفرج عليه في قنوات اخرى، وبالتالي الموسم الجاي لو كمان عملت له لخبطه اكتر والدوري المصري بقى بيذاع على قناه مش مصريه، طب ما هو ده برضو انا معاك يعني في هي في لخبطه في الفوضى من 2010، من ايام يناير 2010 لحد في فوضى. وخلي بالك الدوله مش ما تبصش للرياضه، برضو الرياضه ما زالت حتى الان تعيش فوضى اداريه. خالد عبد العزيز بيحاول، لكن الحته السياسيه هي اللي تهم، السياسيه والاقتصاديه هي اللي بتهم الدوله ورأس الدوله وخلافه يعني. فعشان في وسط الفوضى ده مفيش حد رقابه، مفيش حد عارف يتكلم حد، وكله سايب كل حاجه يعني. ان انت الامور بتفلت فلته. وفي يعني انا لما تقول لي حد عايز 29 مليون ينزلوا ان عليه 9 مليون، المسافه ما بين ال 30 مليون دول كشفوا ان عورتنا ولازم نقف عندها. في مشكله. هو السؤال بقى، طب ايه الحل؟ اتحاد الكره والدوله ما عندهاش فلوس ان هي تدخل، لان التلفزيون حتى لما كان متعاقد مع النادي الاهلي، ما التلفزيون قاعد فيه ما جيش فلوس والدنيا مكركبه، والدنيا مش هينفع الفوضى دي كلها، لان بدات في عداوات. نجحت برزنتيشن ان هي توضح او تجسد العداوات او تعمق العداوات ما بين النادي الاهلي والانديه مثلا ده، وبعض القنوات التلفزيونيه منهم انتوا او خلافكم، اللي هي الكيانات الاقتصاديه. ليه؟ لانك انا مش هتاخد فلوس، انت ما بتلتزمش، انت ما ده اللي حصل في فتره. لكن القضيه في ايه؟ عايزين شفافيه.
انت بتبحث عن شريك لك، لان في الايام دي مصر بتتشكل، كانت الاقتصاديه بتتشكل حتى في الرياضه اكيد. انت ما تدور وتسوق نفسك، سوق لك مجموعه تدخل معاك ككونسلت، مجموعه شركاء تقدر تدور، شركاء دخلوا لك بطريقه او باخرى، او في وعود شركات، الشركات في مصر كبيره، ممكن انت تقول لهم انا بفكر كذا كذا، يدخل معاك يامنك. فعايز افكار، اللي انا شايفه غياب الافكار المهمه او الملهمه اللي هي تدل على او توصلنا لنقطه معينه نحقق فيها ذاتنا او نحقق فيها ما يسمى بالخطط بتاعتنا، هو ده اللي غايب عننا كمجموعات. ممكن واحد معاه فلوس ما عندوش افكار، فالفلوس بتقل، الرؤية اللي دايما بتغيب عننا الحياة حتى عن هو هي ما هي الرؤية والأفكار الملهمة. أنا عندي فلوس مثلا، واحد عين فلوس في البيت أو حاططها في البنك، ما بياخد 8-9%، ما هو التضخم أصلا أكتر من 15%. إذن هو عايزة فكر، هم الناس التانيين بتطور وقاعدين، إحنا يعني مش إحنا يعني أقصد الكيانات اللي عايزة تدخل في الاستثمار تقعد تفكر. الأفكار اللي أنا شايفه بعيد قوي على التنفيذ وعن الواقع زمان، او احنا اللي انا شايفه دلوقتي انه الكيانات دي عايزه، اللي عايز ماتشين، واللي عايز ما اعرفش ايه، اللي عايز ياخد يا دوبك قناته او بتاع، ما ينفعش. انت بتدور على بيزنس والناس عندها فلوس وعندها افكار. الرياضه كنز 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 وغايب، لابد من نستغل الفتره اللي هو بقى في مشكله، هو خايف من القرار. انت بقوتك وبتاع ومظبط تقدر قرار. الحاجه الثانيه، هو المجموعات اللي كانت عايزه تدخل ضد برزنتيشن او منافسه عندها رؤيه اعلاميه، اشك ده انت لو تدخل في اي الكيانات اللي عندهم واحد شمال واحد يمين واحد كذا كذا، هو ما بيفوقش الا ايه رد فعل. يعني هو عمره يعني في، انا كصاحب شركه او حاجه ليا حاجه، انا بحط شركه على طول سنوات متدرجه توصل ايه بارقام ارقام وخط بياني تمام. انا هنا رد فعل في مشكله فبستغلها في، ما ينفعش كده كده. انت مش انت مكانه رقم 2 او 3، لا انا اي واحد يحب يدخل في البيزنس ده، البيزنس ده هو الايام الجايه بتاعته. الكره هتستقر وتتعافى تتعافى. انت لما تدخل ككيان عايز تدخل هتهز اي حد، لان العمليه واسعه. الانديه الاسماعيلي غاضب، ونادي النصر لسه كنت عمرو عبد الحق، دكتور عمرو عبد الحق كنت معاه، قال لي جايب لي برزنتيشن جايب لي عليها غرامه 2.2 مليون جنيه، وانا عادي ب 2 مليون جنيه. اذا في دفعات تستطيع انك تدخل وتعمل، لكن انت عندك الرغبه انك تدخل؟ لا، عندك الرغبه انك انت تعمل كيان مع مجموعه من الشركاء، تستطيع انك تحصل على الحقوق وتظبط وتبيع وتبزنس؟ ما عندكش. حتى لو عندك الرغبه ما عندكش الافكار، حتى لو عندك الافكار ما عندكش الاموال، حتى لو عندك الاموال ما عندكش النفس. النفس اللي هو ايه؟ انك انت عندك تكمل بنفس الحماس. احنا لو انت عايز تنزل السوق انزل بشروط السوق وحاول تعمل حاجه تليق بيك. وكل ده يعني احنا بنتكلم ده كل ده لصالح المشاهد المصري، لصالح لصالح الجمهور المصري الفتره اللي جايه. طب اخيرا عشان نختم حلقتنا النهارده، راي حضرتك في يعني تداول الاخبار والمواقع وانه قدر الدين في مشكله تصريح مستر كوبر في المنتخب المصري، وانه يعني الراجل قال انه ده في علم الغيب، وانه بيشتغل ويجتهد والباقي كله على الله سبحانه وتعالى. انت حماده المصري عضو مجلس اداره الاتحاد الكوره هو اللي عمل المشكله دي. انا عايز اقول له بس حاجه، هو انت كعضو اتحاد الكوره تجرؤ تقول للناس او لاي حد في مصر ان انا بنوعد المصريين؟ ما انت عضو في اتحاد الكوره زي الراجل ده مدرب، ما تيجي توعدنا؟ تعالى وعدنا قول لنا هندخل كذا كذا. احنا بنضحك على بعض، احنا مش هنتغير، هنظل مجموعات زي رد فعل، مجموعات مش لاقيين حاجه نعملها، نقعد نلوش في بعض. الراجل محترم جدا، مين يضمن الظروف؟ مين كان يقول ان مصر تتغير كلها ويجي الدوري كله يقف؟ مالك؟ احنا نحترم الراجل ده، ده الراجل احترمه. لان في نوعين من المدربين او من اصحاب القرار، في بعض يقول لك عندنا ناس قريبين مننا يقول لك يا اخي اضحك على الناس، قول لهم كلمتين حلوين، قول لهم كلمتين حلوين الناس كذا. يا اخي حرام عليك، الواحد ما بقاش الواحد كبر في السن، لازم المفروض ايه تحترم الناس وتحترم رايهم. الراجل بيحترم نفسه وبيحترم حتى يعني في صدق في التعامل في الخطاب الاعلامي بتاعه، بيقول لك مين يضمن؟ مين يضمن لعيب كان هو والجول وجاله ومش عارف ايه ووقع؟ مين يضمن؟ مع الشغل لكن طبعا الراجل اللي انا شايفه المجموعات المعارضه ليه اللي كانت مش عايزه يجي، اللي كانت بتلعب لصالح مجموعه هنا وهنا، والاحقاد لان الراجل لغاها، والمجموعات اللي عايزه تقول انا هنا وانا هنا من داخل الاتحاد وخارج الاتحاد، وجمهور الاهلي الغاضب برضه بعد يعني بعد شويه عشان استبعاد غالي وبتاع، كل دي امور بنقف عندها من الصحفيين. لا 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 خالص، انا احترم الراجل ان شاء الله، انا متاكد ان هو هيعملها. لان طالما قال كده كنت هغضب جدا لو جه تصريح وقال لك انا قادر، وانا قادر ايه بجلاله قادر ايه عليه العمل والاجتهاد وبعدين وحسن شحاته عملها. ما هو الراجل نجح وجه في الاخر واتضرب يعني. خلينا بس منصفين، ده حاجه الراجل بيتعامل باحترام. نرفض الاحترام الذين الغاضبون من تصريح كوبر، هم مجموعه بترفض ان احنا نتعامل باحترام او ان الرجل بيعاملنا باحترام. من فضلكم عايزين نتغير ان شاء الله. الجميع ان شاء الله الفتره الجايه محتاج يتغير لصالح المنظومه الرياضيه ولصالح مصر في النهايه. بشكرك استاذ كامل، يعني انا سعيد جدا بوجودك معايا، وبتمنى ان شاء الله يعني تكرار اللقاء ان شاء الله. بشكرك فيك الشكر. بشكر ناقدنا الرياضي الكبير استاذ كامل عامر ومدير تحرير روز اليوسف، وبشكر مخرجتنا الجميله ساره سليت، رئيس تحرير اسلام صادق، مصطفى عادل، نوع عباس، مصطفى منير، شين شاوي. وبشكركم، واستنونا بكره ان شاء الله صحافه النهار 5:30.